يا مساء الفل عليكم واهلا بيكم وحلقه جديده وبكل روح رياضيه. حلقتنا النهارده مختلفه، انا مش متعود اتكلم في الكوره بس النهارده هنتكلم عن الكوره. عندنا المنتخب الاولمبي وعندنا المنتخب الاول، مباريات فرق، في ناس مبسوطه بالمنتخب الاولمبي وناس مش مبسوطه باداء المنتخب الاول، كلنا غيورين على المنتخب. فهنتكلم النهارده نشوف المشكله فين ونقول من وجهه نظرنا. خلينا بس ارحب بزميلي وصديقي وعشره سنين وياما في الكواليس ما بيننا، يعني صديق الكفاح دايما الناقد الرياضي الاعلامي نصر محروس. يا مساء الفل عليك. يا مساء الفل عليك يا استاذ محمد، سعيد دايما بالتواجد معاك. خلينا في البدايه اشيد بشياكتك الله يخليك ان شاء الله. بس عايز اقول حاجه الله بس للناس اللي تابعت الحلقه اللي فاتت، الحلقه اللي فاتت انا كنت طالع بفيست كويس. وانت طالع ببدله. انا لا اقول لك على حاجه بقى، انا كنت قاعد الناحيه دي. شوف انا يعني موضوع اللبس ده انا بتفرج عليه كل حلقه يا راجل، عشان استفاد واتعلم. يعني ده انا بتعلم منك والله يا استاذ نصر، حبيبي منورني حبيبي، تسلم حبيبي وانت الشاكه كلها. الله يخليك يا زهر، شكرا. طيب خلينا نخش في الموضوع، بس عايز انوه على حاجه. البث شغال معايا على الصفحه طول الحلقه، اللي هيبعت لي سؤال على البث المباشر هنجاوب عليه على الحلقه. كويس. بص يا استاذ نصر، كابتن نصر، الناقد الرياضي نصر، استاذ الرياضه نصر، رئيس مركز شباب ابيس يا استاذ نصر، عندنا منتخب اولمبي وعندنا منتخب اول، ده بقياده الكابتن شوقي غريب وده بقياده الكابتن حسام البدري. هل وضعهم الاثنين مع بعض في مقارنه يعني مقارنه عادله، ولا ده حاجه وده حاجه؟ لا احنا ما ينفعش يعني المقارنه في الوقت الحالي، معاييرها مش منضبطه. يعني انت في الاساس زي ما بنسال سؤال غلط فبالتالي الاجابه ملهاش مبرر. التقييم انت مش هينفع تقارن المنتخبين مع بعض باي حال من الاحوال، ده في مكان وده في مكان، ده توجه وده توجه، ولكن في بينهم بعض الامور المشتركه، ان الاثنين مصريين، الاثنين بيرتدوا تيشيرت منتخب مصر، الاثنين المفترض ان هم يكونوا قد المسؤوليه اللي هم موجودين فيها. نقدر نتكلم في بعض النواحي اللي فيها شيء من العدل. هل الروح هنا زي هنا؟ طبعا لا. لا. هل الاداء هنا زي هنا؟ طبعا لا. طب هل الخطه هنا هي الخطه هنا؟ لا طبعا. لا تختلف. لا خطة ايه؟ ضحكت ليه؟ لا لا الخطة هنا غير هنا خالص، لأن العقليتين مختلفتين. خلينا كمان برضو في حاجة، احنا مش عايزين نطلع بالسقف قوي مع منتخبنا الأولمبي، حاجة عظيمة وحاجة محترمة، ولكن إذا لا قدر الله بكرة ما حققش الانتصار المنتخب ما عملش حاجة. احنا لازم، بس قدامه فرصة. طبعا طبعا قدامه فرصة، ولكن احنا في الاساس زي بس انا متوقع بكره ان شاء الله باذن الله المنتخب الاولمبي هيفوز 2-0 ان شاء الله. ربنا نتمنى ذلك. زي ما انت، زي ما كانوا بيقولوا لنا زمان في اعداديه مثلا، انت تذاكر ان انت تقفل عشان تدخل ثانويه عامه، لو ذاكرت ان انت تجيب مجموعه ثانويه عامه تدخل حاجه اقل منها. صح. هو لازم يبقى الهدف والتارجت دلوقتي المنتخب الاولمبي انه يفوز بالبطوله. يفوز بالبطوله. نعدي ماتش مباراه بكره، وصلت انت للنهائي، انت حققت 80% الهدف من اللي انت المرجو. عايزه الهدف المرجو من الاساس توصيل اولمبياد، دي تصفيات للصعود للاولمبياد، مش بطوله بمفهومها اللي بيتقال. هي البطوله استحدثت عشان كده، ولكن هي بمفهومها اللي الناس كلها تكون عارفاها، ان احنا عايزين نوصل اولمبياد بعد غياب من 2012 لندن، وقبلها غياب 20 سنه من 92. الوصول للاولمبياد يمكن الناس شويه يعني بتتغافل الموضوع ده شويه، هي البطوله الاهم والاكبر على مستوى العالم. صح. يمكن كاس العالم عشان بمسماه، بالبطوله بالنجوم اللي موجوده فيه، بالاسماء اللي موجوده فيه، اخذ الضجه اكبر تجمع في العالم اصلا. ولكن الاولمبياد اكبر تجمع في العالم، الاولمبياد هي الهدف اللي بيسعى عليه اي حد، ان هو يسجل ويحفر اسمه ان هو شارك في اولمبياد، دي حاجه عظيمه اكيد يعني. طيب خليني بس اخد، عشان وعدت المتابعين معانا ان هاخد اسئله، في سؤال جاي لي من محمود كويس. بيبو البدراوي بيقول، هو الاتحاد المصري محدد اهداف ايه من الكابتن حسام البدري؟ كده بيتكلم عن المنتخب الاول. المنتخب الاول وعقد الكابتن حسام البدري مرتبط بالصعود، نفس عقد هيكتور كوبر، الصعود لامم افريقيا 2021 والصعود لمونديال قطر 2022، وعقده بينتهي عند الصعود فقط، زي ما كان عندنا هيكتور كوبر بعد وصوله لروسيا 2018 انتهى العقد بتاعه وجددوا لي. ايضا حسام البدري نفس الامر، مطالب بالصعود ب 2021 ومطالب بالصعود للمونديال. طيب خليني بس اخد اول مداخله معانا لكابتن مصر وكابتن نادي الزمالك وكابتن النادي الاهلي، كابتن رضا عبد العال، واقوى محلل رياضي واقوى حد شفته في السنوات الاخيره، قطر. عنده طبعا رؤيه فنيه وتوقعات وتحليل اداء وتطلع دايما نتائجه صح. يا مساء الفل يا كابتن رضا. مساء الجمال يا حبيبي، ازي حضرتك؟ منورني ومنور بكل روح رياضيه.
ربنا يخليك، بتحياتي للاستاذ مصر. تحياتي ليك كابتن مصر، مسهرينك انا عارف، مسهرينك. ده مسهرني، ده انا الليل كله. حبيبي يعني يا مساء الجمال عليك. بص يا كابتن رضا، اتفضل. يعني انا شفت الفتره الاخيره انت اكتر حد بيحلل اداء لعيبه، اداء فرق، اداء منتخبات، اداء مديرين فنيين. انا عايز الملخص المفيد في اللي بيحصل في منتخب مصر، وشفناه المباراه النهارده والمباراه اللي فاتت، وفي نفس الوقت تقييم للمنتخب الاولمبي. طيب في عجله سريعه. لا لا براحتك براحتك. بص يا استاذ محمد، معاك. انا قبل الاختيارات قلت لا، احنا دوانا مش المدرب المصري الا دواء واحد بس، كابتن حسن شحاته. كابتن حسن شحاته طبعا. تمام. اصل ده مش كلام، كابتن محقق 3 بطولات صح؟ صح طبعا، محدش حققهم. وكان المفروض ان احنا كنا نوصل كاس عالم لولا البهوات اللي باعوا مصر. وعشان الكرسي عملوا الجون بجون واحد في ماتش الجزائر لو تفتكر. فاكر انا. احنا هناك خسرانين 3-1 وهنا كسبانين 2-0. 3-3 يعني المفروض نصعد. النادي ب 4-3 يبقى 4-3 النهارده. لغايه النهارده احنا ماشيين في العالم كله بالهدف باتنين على ملعب الخصم، او صح. في حاله التعادل في الاهداف بقينا يحسب الهدف بهدفين صح؟ صح. مش لغايه دلوقتي شغال القصه دي؟ شغاله شغاله في بطوله اوروبا وبطوله افريقيا وفي جميع البطولات. طيب اشمعنى بقى في البطوله دي الوحيده اللي حصل فيها التعديل ده لينا احنا بس؟ مش عارف. بس ماشي خلاص، احنا هنا عندنا بننجح الفاشل ونفشل الناجح. طيب ما احنا الراجل جاب 3 بطولات، ايه المانع ان هو يرجع؟ الراجل بتاع اوروجواي لغايه دلوقتي بيمشي على عكاكين. احنا عايزين دماغ الكابتن حسن شحاته. كابتن حسن شحاته مش هينزل يلعب. كابتن حسن شحاته احسن مدرب جه في ال 30 سنه الاخيره، مع الاحترام طبعا للكابتن الجوهري. ده اللي جه بعد الكابتن الجوهري اللي هو غير مفاهيم الكوره، كان بيخلي افريقيا تنام من المغرب يا استاذ محمد. صح. كنا بنكسب نيجيريا 4-0 باقل مجهود واحسن اداء، والمتعه الكرويه كانت على اعلى مستوى. صح فعلا. ولا غلط؟ صح. وكوت ديفوار بقى، بس في حد عندك في وعندك نيجيريا، كل الفرق اللي هي عامله لنا رعب دي كان الكابتن حسن شحاته بينما من المغرب. طيب. صح. بس في حد يقول لك القماشه ايام الكابتن حسن شحاته مختلفه عن القماشه اللي موجوده دلوقتي. طب صل على النبي. عليه السلام. القماشه دي مين اللي اختارها؟ القماشه اللي اختارها الكابتن حسام البدري. لا، القماشه اللي ايام الكابتن حسن شحاته. كابتن مين اللي كان اختارها؟ كابتن حسن. طيب كابتن حسن شحاته لما كان بيمسك في الدوري الممتاز به مش عينه كانت كويسه؟ كانت عينه كويسه. وكان بيصعد الفرق اللي هي كانت بيمسكها؟ كان بيصعد بقى. كان بيصعد. يعني اذا ان هو مدرب متمكن لما مسك منتخب مصر بقت القماشه كلها قدامه. طيب ما عندناش اختلاف، بس هل لو الكابتن هو اللي اختار اللعيبه دي يا استاذ محمد، هو اللي عمل التجانس، هو اللي يعني كان ساعتها اي حد ما كانش يقدر يسيطر على النجوم اللي في الفرقه دي. صح ولا غلط؟ صح. ما دي برضو مشكله يعني انت مثلا عندك دلوقتي المشكله ان بين الكابتن حسام البدري هم 2 نجوم بس، محمد صلاح ثم تريزيجيه. صح؟ صح بالظبط. ايام الكابتن حسن شحاته كان عندك اقسم بجلاله الله 16 نجم الاعدام. 16 نجم الاعدام هيسيطر على بوتريكا ولا زيدان ولا عمرو زكي ولا عماد متعب ولا حسن عبد ربه ولا محمد شوقي ولا سيد معوض ولا عصام الحضري ولا وائل جمعه ولا ولا ولا. احنا لو قعدنا كده هو كان مسيطر على على التيم ده. لما تكون النجوم دي كلها وهو مسيطر عليها ده نجاح في حد ذاته. طيب كابتن رضا بصراحتك المعهوده، هم ليه ما جابوش حسن شحاته؟ ليه اترفض يعني؟ هو في الاول كان مطروح، ومطروح في قوه. واخد بالك؟ وبعد كده لما اصل انت المشكله اللي جابت المدرب السوشيال ميديا، واخد بالك، في الفترة الأخيرة اللي يدفع أكتر هو اللي هيجي. كابتن حسن ملوش في الكلام ده. ما أنت مرة تلاقي مش عارف حسام حسن، مرة تلاقي إيهاب جلال، مرة تلاقي عماد النحاس، مرة كل يوم كان واحد بيعلن التاني، وآخر واحد عيلي اللي قش كل ده كان حسام البدري. طيب أنا ممكن أسأل سؤال يا كابتن رضا؟ اللي أنا فهمته من إجابة حضرتك إن الكابتن حسن شحاتة أيام ما كان ماسك المنتخب خد بيه 3 بطولات، كان مختار لعيبة وكانت عينه كويسة. جدا. يعني من وجهة نظرك دلوقتي. طيب من وجهه نظرك دلوقتي ان الاختيارات اللي اختارها الكابتن حسام البدري دلوقتي مش تمام. طبعا. طب مين من وجهه نظرك المفروض كان يكون موجود في المنتخب في الفتره الحاليه علشان الاداء يكون افضل؟
بص هنتكلم بصراحة، مفيش لعيبة، نتكلم بصراحة، أنا ما عنديش أي مشكلة. مفيش لعيبة. أنت دلوقتي أحسن علاج للكرة المصرية هات المنتخب الأولمبي اللي بيلعبوا دلوقتي، وضيف عليهم 3 لعيبة، الاتنين حراس ومعاهم محمد صلاح. وتريزيجيه كمان ما يروحش، طارق حامد ما يا عم يروحش. يا عم صل، أنا قلت بص ما تدخلنيش في متاهة، أنا قلت أنت بقى عايز تعقب، أنت بعد ما أقفل قول اللي أنت عايزه. لا مش بعقب يا كابتن رضا، بس هو دلوقتي صلاح فقط اللي في الفرقة دي طب يصلح استنى يلعب. استنى بس استنى بس، تريزيجيه لعب النهارده صح؟ لاعب النهارده وضيع كورة ما طيب تضيعش. سيبك من ضيع، هو تريزيجيه مش مفروض، محمد صلاح مش موجود، مفروض هو يبقى نجم الشباك. صح، لأن ده هو فين؟ أفضل تاني محترف عندنا. هو فين بقى له 4 ماتشات؟ هو فين من الماتشات بتاعت الأمم الأفريقية اللي عمل أول ماتش بات وبعد كده ما لقيناهوش؟ هو فين قبل كده في كأس العالم اللي كان بيروح ويجري؟ أنا كنت هناك بقى، بدل ما بيروح على الجون بيجري بالعرض ويخرج لبره عشان ما يواجهش الجون. صح؟ طيب مش عايزين نضحك على الناس بقى. بص احنا، انت دلوقتي انت بتقول لي علاج الكره المصريه، صح، هات اللعيبه بتاعت وبكل المنتخب صراحة الاولمبي ده. ووجود حضرتك في المداخلة، علشان حضرتك أكتر حد شفته الفترة الأخيرة بيحلل صح وعنده رؤية لأبعد مدى، وكل الكلام اللي بيقوله والناس بتعارضه بيرجع كلامه هو اللي صح في الآخر. طب هما بياخدوا بيه؟ ما احنا قلنا قبل ما يجيبوا الكابتن حسام البدري قلنا الكابتن حسن ما شحاته. اتمنى يبقى في رؤيه اكبر. انا بس نسيت الاول، بس ابارك لك الاول بنادي بلديه المحله يا كابتن رضا، بس الكلام الله خدنا في يبارك فيك المنتخب. يا فندم، مبروك يا رب كده، وكون بدايه الله قويه يبارك وان شاء الله تصعد بيه لدور ممتاز يا رب. وتحقق بيه كل الاحلام اللي انت عايزها. لا بس خلي مبروك. بال حضرتك، خلي بال اتفضل حضرتك في نقطة بس، إن اتفضل. نادي البلدية له 2 بونت من 12 بونت، يعني اتنين الأول 10، الثاني 9، وإحنا لينا 2 بونت. وأنا قبلت التحدي عشان فرق كرة محترمة، عشان الحاج محمود الشامي والحاج مصطفى الشامي والحاج مصطفى الصابولي، واخد بالك، وعشان جماهير البلدية اللي قابلتني أحسن استقبال. فإن شاء الله مش قلقان لسبب، لأن كل الإمكانيات هتتوفر. بس أنا بقول لك أي واحد تاني كان هيهرب من المسؤولية. صح؟ وانت بالظبط قدها يا كابتن رضا، إن شاء الله وانت بأمر الله قدها، وان شاء التوفيق الله يا باذن رب. الله باللي شفناه الفتره الاخيره اخر 3 4 سنين من وجهه نظرك وفكرك، ان شاء الله باذن الله هتصعد بيهم وهتعوض الفرق. بأمر الله يا رب، بأمر نرجع الله. نرجع نرجع للمنتخب. طيب دلوقتي انت بتقول القماشه مش موجوده في مصر. لا موجودة بس في المنتخب الأولمبي، في المنتخب مش الاولمبي. المنتخب طبعا، مش المنتخب اللي فوق ده، خلاص ده كله بقى كله شكرا. وأنا قلت لك 2 لعيبة اللي هم حراس المرمى وصلاح، والباقي شكرا. ايه رايك في وجهه النظر ده يا كابتن مصر؟ والله في وجهة نظر تانية. هل في حد كابتن رضا فوق السن، فوق سن المنتخب الأولمبي، انت شايفه ظلم في عدم استدعائه للمنتخب؟ طبعا. ما هو ده اللي انا عايز اعرفه يا كابتن طيب مين رضا، يا كابتن؟ ده اللي انا عايز اعرفه. يعني مثلا في محمد عبد العاطي بتاع وادي دجلة، هو محمد عبد ومحمد العاطي وادي هلال، دجله. دولت مش لعيبة اللي هم يلعبوا منتخب أولمبي ولا منتخب أول؟ يلعبوا منتخب يلعبوا اول. منتخب اول. طيب ما بتاخدوش ليه؟ مش دي برضه الاختيارات؟ هو راح بالظبط. خد، بص وادي دجلة مفروض بما يرضي الله لو المهاجم اللي هو متاخد منتخب مصر مش عارف اسمه ايه، اللي هو بتاعهم ده اسمه ايه؟ المهاجم الحالي اللي هو بيلعب اللي الكابتن حسام خده وضمه اسمه ايه؟ في كهربا وفي مروان حمدي. كوكا وفي مروان حمدي وفي ايوه مروان حمدي. لا لا خلينا في مروان حمدي. مروان انت عارف حمدي. سبب ال3 تعادلات اللي تعادلهم وادي دجله لو كان كسبهم دلوقتي كان بينافس، واخد بالك؟ سببهم مروان حمدي والكابتن حسام ياخده وسايب محمد هلال وسايب محمد ابو عاطي اللي نادي وادي دجله الزمالك، نادي الزمالك لما راح يشتريه تارب فيه 60 مليون جنيه. ده هم شايلين الفرقة الحقيقة، تقال شايلين الفرقة شايلين. الفترة الأخيرة. ما أنا بقول لك أهو، طب لعيب 2 لعيبة زي دولت اللي هم طالعين من تحت ومبشرين بالخير ازاي ما انضموش منتخب مصر؟ أنا ما أعرفش إذا كانوا يعني سنهم يسمح للمنتخب الأولمبي، ده تبقى كارثة. لو هم أكبر من المنتخب الأولمبي تبقى مصيبة إن ازاي ما انضموش منتخب أول. طب هسألك سؤالين كمان يعني مرة واحدة. وفي هل معاهم كمان خالد رضا عشان ما انساش، بس طيب ما هل انساش. غياب لعيبة بيراميدز عن المنتخب أثر؟ والحاجة التانية، ليه طب المنتخب استنى، الأول ما لا عندوش خلينا خل روح؟ يعني أنا مش شايف اللعيبة عندها روح، يعني أنا بشوف رمضان صبحي والمنتخب الأولمبي ومصطفى محمد والناس اللي في المنتخب، اللعيبة اللي في المنتخب الأولمبي الروح اللي جواهم تكسب لوحديها. ماشي اجاوبك بقى على السؤال جاوبني الاولاني. بصراحة. بصراحة السؤال الاولاني قلت ايه؟ بيراميدز، لعيبة بيراميدز أثرت؟ بيراميدز، لعيبة بيراميدز دي اول ماتش ودي مش هم لعبوا كلهم؟ لعبوا لعبوا كلهم. اول ماتش ودي لعب للمنتخب
لعب. كسبنا ايه؟ كسبنا 1-0 بجون حمدي فتحي صح؟ صح. ايه بقى الاضافه اللي اضافوها وهم لما اتشالوا الفرقه وقعت؟ مفيش حاجه، مفيش فرق، لان الماتش الثاني الود برضو بتاع ليبيريا كان نفس الكلام، كان نفس هم ما الكلام لعبوش واخد بالك، وبرضو الاداء هو هو، وكسبنا برضو بحمدي فتحي صح؟ يعني الكابتن رضا بيقول غياب لعيبه نادي بيراميدز غير مؤثره على الاداء هو مين اصلا. اللي غاب؟ عشان واحد، عبد الله السعيد. عبد الله السعيد، هو احنا بقى هنقعد بقى زي قدماء المصريين احنا ما هو الحضاره، احنا بقى في مقوله، في مقوله بقى لها كام سنه بتتقال، عبد الله السعيد ملوش بديل في مصر. طيب طلع النبي على السلام عبد الله السعيد في البطوله الافريقيه اللي هي لسه في شهر 6 ما اللي فات، ايه قداش رايك؟ ما قداش. طب يبقى خلاص بقى عليه العوض بقى. طب ما احنا نجيب ابو تريكه بقى ونجيب بركات ونجيب يعني بقى، ما نخليش الناس دي تبطل، مش احنا سنه الحياه بقى؟ صح. في طالع جديد، في محمد محمود وفي صالح جمعه وفي قفشه وفي مصطفى فتحي، مش في الناس دي بقى؟ صح. اعتمد بقى على الناس دي، ما هو لعب. بص تصدق تقول لي عبد الله السعيد دي كانت مقوله بيقولها الناس في النادي الاهلي عشان لما كان حبيبهم حصل، حصل، فكانوا بيدلعوه يشتكوه يقولوا له ان انت اللي على الحجر، فكانوا يقول لك ما فيش بديل. لا كان في بديل، كان في صالح جمعه وكان في قفشه في انبي وكان في محمد محمود في، واخد بالك؟ بس هي المشكله ان هم مش شايفين الا عبد الله السعيد. طب عبد الله السعيد اما راح المنتخب اللي هو الكبير في البطوله الافريقيه اللي فاتت ما قداش، هو ده مش تقطيع فيه بس خلاص، كل واحد بقى وله ايامه وخلاص والموضوع انتهى، واخد بالك؟ يعني المنتخب عشان ما نعيش ونقول ان كان عبد الله السعيد كان هيفرق، لا ما كانش هيفرق، لان لعب الماتش الودي الاولاني فرق ما فرقش، لعب البطوله الافريقيه وخرجنا من دور ال 16 فرق ما فرقش، حسيت بيه ما حسيتش بيه، خلاص بقى. بص دم جديد، بمنتهى الامانه، ودي كانت فرصه عمر كابتن حسام البدري، دم جديد بالظبط كده، عشان لما كل مثلا يتعادل او يبقى في اخفاق يقول لك ايه، انا لسه بعمل ببني فرق تيم جديد، اه بغير جلد المنتخب ولسه ولسه، واحنا هنعذره صح؟ صح. طيب، طيب الحماس تاني بقى، تاني حاجه كان لازم الماتشين اللي هم بتوع البرازيل والارجنتين كان لازم يوافق على مباراه فيهم عشان يبقى منتخب قوي، لا عشان يعرف الناس اللي في مصر ان احنا ما عندناش كوره، دي رقم واحد. ورقم اتنين، لما انا طبعا المستوى بتاع الارجنتين او البرازيل مستوى اول، تصنيف اول، ولو خسرنا 5-6-10 احنا المستفيدين مش الفرقه بتاعه الارجنتين ولا البرازيل، لان اول حاجه هنعرف احنا واقفين لغايه فين في الكوره او وصلنا فين لغايه فين في الكوره. فاي حاجه بعد كده لما تلعب في افريقيا هنا المستوى مستوى ثالث، مش هقول لك ثاني، مستوى ثالث، واخد بالك؟ صح. فلما تلعب انت وتحقق نتائج هتحسب لمين؟ كابتن حسام البدري، لان هيعالج الاخطاء اللي حصلت في الماتش اللي هو بتاع الارجنتين والبرازيل. طيب الحماس اللي مش موجود في المنتخب الاول ده سببه؟ ده السؤال الثاني. اه. ولا الاولاني لسه؟ لا ده الثاني بقى، الحماس اللي مش موجود في المنتخب ايه سببه؟ مفيش حماس، مفيش طاقه، مفيش روح. يتلخص في كلمه واحده، لان اصلا ما بياخدوش اي جمله او اي حاجه مفيده عشان يعملوها. كل واحد بيلعب من دماغه بامكانياته هو. طب الحل، هات لي بصمه كابتن حسام عملها عشان نقول دي بصمه الكابتن حسام او بصمه المدرب، قول لي على بصمه. مفيش. وانا اقول لك ماشي. انا هقول لك، لو قلت لك تحليل للكابتن نصر قبل قبل الهوا على المباراتين لخصها في كلمتين، قال لك الماتش الاولاني العين صابتني ورب العرش نجاني، والمباراه الثانيه مش عارف المكرونه، مكرونه سباكيتي، بتحط الشوكه وبتلف بيها وبتطلع في الاخر فاضيه. ما ايوه، ما اصل ما فيش جمله مفيده، ما فيش تكتيك، ما فيش حاجه ان اللعيبه هتحفظها عشان تنفذها. فهي لو حفظت وفي حاجه مرسومه لهم او سيناريو بيعملوه هيبقى في روح وفي اداء وفي كوره وفي كل حاجه. طيب هل في التوقف للأسف. طيب هل في التوقف ده نلحق نعالج؟ التوقف ايه؟ التوقف، ما خلاص، ما كده احنا لعبنا الماتشين في البطوله، في توقف في التصفيات، لسه بقى في حوالي 3 شهور او 4 شهور وبعد كده نبدا نرجع نلعب تاني. مدرب جديد، العلاج مدرب، مدرب جديد زي ما قلت لك، المنتخب الاولمبي يطلع مع الاثنين الحراس ومحمد صلاح بشوق غريب، ده انقاذ. لا 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 لا، طب مين؟ بص بص، لا قول لي بقى، لا مش، لا مش هسيب دي. الكابتن شوقي غريب مسك لما قعد بعد ما الكابتن حسن شحاته مشي وقال لك قاموا جايين ممسكينه، الرجاله بتوعه قاموا جايين ممسكينه، ما تقوليش احنا كنا في ثوره والكلام وكتاب الله
كان عندنا لعيبه وبيلعبوا في الدوري، ولو تفتكر الدوري ده كان احسن دوري لما الزمالك كان فارق بتسع بونت والاهلي اللي اتلغى اللي اتلغى ما اتلغاش، الاهلي خده ما اتلغاش. ده اللي في سنه الثوره مش السنه اللي بعديها، اللي هو السنه بتاع جوزيه اللي جه فيها وكان فرق تسع بونت، وكان حسام حسن ماسك الزمالك وجوزيه مسك الاهلي. وجوزيه اول تصريح له قال لك ما حدش يسالنا على بطولات السنه دي. صح. وبعد كده الاهلي خد الدوري في الاخر. كان الكابتن شوقي غريب ماسك. اه طبعا كان هو في الايام دي كان احسن دوري معمول واقوى دوري. وكان معانا باتسوانا وكان السنغال وكان تونس. تونس كسبتنا هنا وهناك، السنغال كسبتنا هنا وهناك، احنا كسبنا بتسوانا هنا وهناك، وانا وانت والراجل اللي قاعد الطيب الاستاذ نصر ده لو لعبناه ما نكسبه. واخد بالك؟ فهي المشكله كلها فشل فمسكوه المنتخب الاولمبي. طيب بس انا شايف ما في نتائج محققه كويسه وروح محققه كويسه في المنتخب الاولمبي. ما انا شايف منتخب بيأدي اهو. يا حبيبي ماشي، بس هنا على ملعبك، بره ملعبك مش هتلاقيه. هو انت هقول لك على حاجه، كابتن شوقي غريب لما كان في كاس العالم للناشئين الماتشات اللي لعبها كلها وكسبها ما كانش قابل فرقه محترمه، لما قابل الارجنتين خد سبعه مع الرقفه. صح. اول فرقه كانت اول فرقه احنا كنا بنلعب الدنمارك، كانوا بالعموم عيال صغيره جايبينهم من مدارس وكانوا بيدرسوا الكلام دوت، فكنت بتكسب هنا وفرحانين. اول ما لعبنا منتخب محترم ادانا سبعه مع الرقفه. فاكر ولا مش فاكر؟ فاكر يا كابتن رضا. فانا عايز اقول لك ان كان الكابتن حسام ماسك المنتخب الاولمبي وفشل فمسكوا المنتخب الاول، وكان الكابتن شوقي غريب ماسك المنتخب الاول وفشل مسكوا المنتخب الاولمبي. الله، في ايه يا جدعان؟ كابتن رضا، ازاي واسع ليه كده؟ كابتن رضا يعني انا من اسعد المكالمات، بس توقعاتك ايه للمنتخب الاولمبي بكره؟ تطمني يعني. ربنا يكرم، ربنا يكرم عشان الشعب المصري مصدوم في المنتخب الاول، فربنا يكرم عشان يفرح المنتخب الاولمبي ده، يفرح الشعب تاني، ويبقى هو الامل اللي جاي مع مدرب محترم، عشان هتلاقي لان اللعيبه دي هي امل مصر، اللعيبه بتاعت المنتخب الاولمبي دي، وايدك والارض في المنتخب الاولاني ما عدا صلاح ومحمد الشناوي ومحمد عواد، والباقي نقول له شكرا. ان شاء الله هنلحق، ان شاء الله باذن الله هنلحق نعوض كابتن رضا، واللي جاي ان شاء الله باذن الله افضل. تحياتي ليك، نورتني من اجمل المداخلات اللي عملتها، ودائما بتبقى توقعاتك صحيحه وبنتعلم منك دايما يا كابتن رضا. مساء الفل عليك. مساء الفل يا حبيبي. لا هو لخص الحكايه، لخص نو كومنت. اه انا هقول لك على بس عشان انا بيعجبني في الكابتن رضا صريح. الكويس كويس، اللي مش كويس مش كويس، احيانا بنختلف معاه، احيانا ناس كتيره بتختلف معاه، بس بترجع وجهه نظره ورؤيته اللي شايف بيها ككابتن لاعب كوره ولاعب قطبين اهلي وزمالك، لاعب منتخب مصر، بتلاقيها صح. هو زي ما بقول دايما، هو جمال ومتعه كره القدم ان هو العلم الغير متفق عليه، ان كل واحد له وجهه نظر وكل واحد له رؤيه. كابتن رضا يمكن اراءه صادمه الى ابعد حد، واحنا ما كناش متعودين على ده. يعني احنا في الوسط يمكن الناس شويه بتطبطب او بتتعامل مع الامور بشيء من الدبلوماسيه، ولكن هو واضح عنده مواقفه الثابته، عنده مواقفه اللي هو ما بيغيرهاش. انا شايف ان الامر هنا ايجابي، بمشي بكمل دعمي ليه على طول الخط. شايف الامر سلبي، حتى هو كان رايه فيكتور كوبر غير يعني غير مقتنع بالراجل، وفضل على خطه. ده اللي زود احترامه عند الناس، فضل على خطه حتى بعد وصوله كاس عالم، قال احنا هنبقى حصلت المجموعه واحنا واحنا واحنا. حصل. في النهايه كل الاحترام والتقدير لوجهه نظره واي وجهه نظر. ده كسب رهان. هو كسب رهان. طبعا طبعا. طيب خليني في سؤال معايا. وائل الغرباوي بيقول انا عندي رايي، حسام حسن افضل حد يمسك منتخب مصر في المرحله من وجهه نظري، لان حسام البدري ما عندهوش الامكانيات. قلت الحماس بسبب ان حسام البدري ما عندهوش روح زي حسام حسن. الكلام ده يراك ده وائل غرباوي. تحيه عليك يا وائل. شوف، هو حسام حسن كان في كفته هي كانت الارجح، ولكن للاسف ان المسؤولين عن اتحاد الكره في الفتره دي اتعاملوا بشيء من التوازنات، وللاسف التوازنات دي ربما انت بتعملها في الامور اللوجستيه اكتر، يعني انت بتعمل توازن جغرافي او توازن طبقي ما بين اختيارات معينه في امور خاصه بشغل او بعمل مؤسسي، ولكن ان انت تخلق توازن
في منتخب ناس بترتدي تيشيرت منتخب مصر، الناس المفترض ان يكون على الحجم والقيمه الماموله من الجمهور من قرابه 100 مليون، انت عملت توازن في اختيارك. اخترت وقلت انا لازم في ترشيحاتي احط اهلي وزمالك، وفي ترشيحاتي احط بعض الاسماء. اهلي وزمالك ده اقف عندها. انا شفت بوست النهارده كابتن مصطفى صادق بحب تحليله جدا. كويس. قال لك حارس المرمى اهلي. خط الظهر 3 اهلي 1 زمالك. خط النص 3 اهلي 1 زمالك. الهجوم 3 اهلي 1 زمالك. يعني كل واحد له وجهه نظره، بس شويه انا مختلف مع دي. انا شايف ان في النهايه المدير الفني هو اول حكم، يعني برضو الناس لازم خلينا نتكلم بصراحه. كويس. لا ما دي بكل صراحه، ما هو المنتخب صراحة المنتخب طول عمره اهلي وزمالك، وبنجيب اثنين لعيبه من هنا واثنين لعيبه من هنا. مش حد بيحب الموضوع. حد اكتر من نفسه. يعني حسام البدري وجهازه اكتر ناس في الدنيا عايزين يكسبوا، ولكن هي في النهايه هي وجهه النظر اوقات بتخونك، او انت بتتعامل مع الامور من منطلق شخصي غير متكامل. انت عندك امور شخصيه او امور فنيه، الصوره عندك والادراك غير متكامل، فانت بتتعامل بناء عليه، فبتكون هذه النتائج. فانا بتكلم في الاختيارات اللي فيها توازنات. ايه اختيار الجهاز الفني نفسه؟ الجهاز الفني عنده حسام البدري اهلي، يبقى طارق مصطفى زمالك. سيد معوض وبركات اهلي، يبقى ايمن طاهر زمالك. هو ده التوازنات اللي هم بيختاروها، على الرغم ان حسام البدري نفسه ما كانش مقتنع بالجهاز بنسبه 100%، ولكن في بعض الاسماء اللي فرضت عليه، بس فرضت بشكل شيك، ان انا بفرض لك 3 4 اختيارات، 3 4 زمالك، اختار حد منهم. هي حته توازنات. نفس الامر الاتحاد الكره نفسه لما جه يختار كان اعلى اسهم في الفتره الاولى حسن شحاته، وبالفعل تواصلوا مع الاربع اسماء. يعني ده معلومه مش وجهه نظر، تواصلوا مع حسن شحاته وحصل قعده، تواصلوا مع كابتن حسام حسن وحصل قعده، تواصلوا مع ايهاب جلال وحصل قعده، ولكن كانوا بيحطوا العقده في المنشار للاسف. حسن شحاته صدروا للاعلام في المنشار. مين اللي بيحط العقده في المنشار؟ هقول لك، صدروا للاعلام ان حسن شحاته خلاص الراجل كبر، وراجل خلاص بالرغم ان الكابتن رضا بيقول لك حسن شحاته حتى الان كويس. هو برضو ما انا بقول لك هو علم غير متفق عليه. حسام حسن قالوا له مش عايزين ابراهيم. طيب ازاي يعني؟ انت في النهايه انت بتحط لي الخيار اللي انت عارف ردي عليه المسبق، فمش عايزين ابراهيم عشان عصبيته او الشده او غيره، وحصل تواصل مع المهندس فرج عامر، وخلاص الدنيا مشت في طريق ان هو كان على بعد ساعات ان هو يبقى مدير فني منتخبنا. لما رفض ده خلاص بقى بعيد. الحاجه الثانيه كابتن ايهاب جلال قالوا له مش عايزين حمام ابراهيم ومش هيبقى موجود معاك، وطبعا الراجل رفض التدخل في جهازه، فبالتالي كان بره. هي بس الفكره ان هم بيقولوا للناس احنا عرضنا على الاسماء دي والاسماء دي ما قبلتش، عشان يرموا الكره في ملعبهم. بس احنا دلوقتي قدام حقيقه بتقول ان حسام البدري هو المدير الفني للمنتخب، وشويه انا برفض حته الهجوم للهجوم دي. يعني احنا ده دايما مبدانا ان احنا ما نهاجمش للهجوم وخلاص، او انا في النهايه انا عايز انتصر لوجهه نظري، او كنت بقول حسام البدري ما ينفعش، فلما حسام البدري جه وبدا يخسر او بدا النتائج ما تمشيش كويس، فانا هبدا ان انا اقطع فيه عشان اقول ان انا كنت صح وانا كنت فاهم. الامور دي ممكن تمشي في شغل اي شغل عادي، في شغل انديه او في غيره، لكن المنتخب انت هنا ده يحمل شعار البلد، ده بيلعبوا تحت لواء وعلم منتخب مصر، فانا مش عايز انتصر لوجهه نظري على قد ما انا عايز اشاور اقول ده الحقيقه. اكتر سؤال عجبني على الرغم من تخبيط كابتن رضا وان كل ده هيتاخد على السوشيال والمكالمه هتسمع وغيره، انت سؤالك لما قلت له ايه الحل؟ هو ده السؤال، يعني هو ده السؤال المفترض ان احنا الناس كلها تشتغل عليه، وتغلب المصلحه الشخصيه، المصلحه العامه على المصالح الشخصيه. صح. عايزين نحط حلول للراجل ده. الراجل ده أسوأ حد في الدنيا، ما عندوش فكره، لازم يمشي. كل الظروف جت اسودت مره واحده في النهايه الحل. انت كل التخبيط وكل التقطيع اللي بيحصل ده، عايزين حد يحط علاج، عايزين حد يحط وجهه نظر. لما تقول كابتن حسام البدري مش كويس والنهارده اداؤه كان كذا، او اللعيبه او اختياراته او غيره، حسام بس ده الكابتن رضا بيقول لك الكابتن حسام مش الاختيار كويس. الصح. اللعيبه خلاص انتهت، عايزين دم جديد. الخطه اللي بنلعب بيها مش كويسه. اللعيبه الاداء اللي موجود عند اللعيبه كمان ما بقاش موجود. الاختيار ما اعرفش سيء. فبقى كل حاجه، حتى هو راجع كمان من كويس. هنرجع ورا شويه، قال لك حتى اختيار حسام البدري من الاساس ما كانش صح. ما انا بتكلم ان احنا خلاص عدينا الخطوه دي. انت دلوقتي ما ينفعش تحط العربيه قدام الحصان، انت في معايير معينه لازم تتعامل بيها وبمنتهى العدل. دلوقتي هو اللي موجود، دلوقتي الاسماء دي اللي موجوده، كابتن رضا يمكن وجهه نظره هناخد منها حته تصعيد المنتخب الاولمبي، بس العدد مش ثلاثه، انت عندك عدد لا يقل عن 10 ل 15 لاعب في المنتخب واقفين على حيلهم. ما دي الاجابه اللي انا استغربتها.
يعني انا شايف طارق حامد كويس. لاعب في خط النص ما شاء الله ربنا يحميه، شايف محمد الشناوي بسم الله ما شاء الله ما شاء الله ربنا يحميه، انا شايف في الهجوم تريزيجيه لو يعني يعني شويه دعم مع شويه مسانده مع حد يقعد معاه هيأدي وهيدي. زيزو في الزمالك كويس في المنتخب مش عارف ماله، محمد هاني في الاهلي كويس مش عارف في المنتخب ماله، قفشه برده كويس مش وحش بس ما اعرفش ماله الماتشين مقربين. كهربا ممكن يكون علامة الاستفهام عندي كبيرة قوي، ما بيلعبش كويس ومع ذلك هو اللي حط الهدف، خلي بالك تمام. ما بيلعبش، ده اللي ممكن يكون عندي علامة استفهام فيه في بعض الأسماء. في علامة استفهام تانية برضو الكهرباء، ان هو مش مركزه، مش مركزه يعني. انت في النهاية كان عندك الخريطة مفتوحة، انت جمعة كنت ممكن تديله ويبدأ الدنيا تمشي معاه واحدة واحدة، عاندت الدنيا كلها واخترت احمد حسن كوكا في المباراتين الاولتين، ومع ذلك برضو الظهور كان باهت. مش عايز اقول لك الاخ فاليك سر ان ربما مصطفى فتحي لو موجود ومتاح ما كانش هيلعب يعني. برضو مصطفى محمد عفوا هو سمع قوي عشان اداؤه مصطفى محمد منتخب سبحان الله اولمبي. رزق. تمام. ربما لو كان موجود ومفيش ارتباطات للمنتخب الاولمبي ما كانش موجود، كان يبقى في الاحتياط يعني. ربما ما يكونش موجود اصلا، ما يتمش اختياره اصلا يعني. ليه بس هو مقدم على الزمالك كويس؟ هي الفكره انت هي ولا قناعات. هنرجع برضو لنفس القصه قناعات. هاخد الاتصال ده. طيب طب اتفضل محمد. مساء الفل. مساء الفل يا استاذ محمد. مساء الفل عليك. الفل على حضرتك وعلى اهلا ضيف حضرتك الكريم. اهلا بيك. بس المشكله بتاعت المنتخب انا ليا راي صغير عايز اقولها. اتفضل. اولا هل اللعيب الكبير اللي بيلعب دلوقتي هل ده شغلته فلوس مثلا؟ ولا احنا لسه عندنا مشكله يعني اللعيبه دي؟ مش فاهم السؤال، مش فاهم السؤال يا حماد. السؤال هل اللعيبه الكبيره اللي بتلعب دي او بعض اللعيبه اللي بتلعب دي هل شبعت بطولات وفلوس وادائها بقى باهت في الملعب يقول لك كده؟ هل اللعيبه دي شبعت بطولات وفلوس وادائها بقى باهت كده خلاص ما عندهاش لا لا الحماس؟ لا هي البهتان مالوش علاقه بالبطولات والفلوس. سؤال تاني. اصل انت بتتكلم برضو في منتخب مصر، معلش يا محمد، بتتكلم في منتخب في بلد في تيشيرت بلد بتمثل بلدك. ما هو دي ما دي دي فلوس دي لوحديها ولا فلوس ولا بطولات ولا اي حاجه. بجزر الامر يا استاذ محمد انت واخد معاه اربع مع نقاط، جزر الامر معاه اربع نقاط. انت بتتعادل مع جزر الامر، بتتعادل مع دول ما تعرفلهاش اسم، دول طلعتك من بطوله قبل كده موريشيوس. انت حضرتك انت ناسي ان في انت احنا مع اللعيبه دي، هل اللعيبه دي خلاص فعلا شطبت؟ هل احنا التوليفه اللي اتعملت توليفه غلط؟ كويس يا يعني مش قصه شطابه. اخد حماده بس. حماده مساء الفل. حماده معاك والله يا فندم. معاك يا غالي. ماشي يا فندم. الفرق يا فندم ان احنا المنتخبات اتحاد الكوره وكله بيتدخل فيه، واحنا الاعلام بنخلي الفريق نجم الواحد يا فندم. يعني احنا بنقوله ان محمد صلاح كبرنا محمد صلاح يا فندم على هو كبير حقه. لا مش حقه يا فندم، لا حقه المنتخب ده بتاع المنتخب ده محمد صلاح تريزيجيه النني عبد الله السعيد كله يا فندم، ما نقولوش المنتخب الفرد الواحد يا فندم. وكمان حسام البدري غلط في حاجه واحده، اول ما عمل ان ايه اشاره الكابتن محمد صلاح واحمد فتحي، هي الاشاره دي امور فرعيه متهيألي ملهاش علاقه يا حماده. كبير كده يا فندم. دي امور فرعيه ملهاش علاقه بال ما هي برضك السبب يا فندم، خلت اللعيبه تشيل من بعضيها، عملت فرجه يا فندم. وصلت وجهه نظرك يا حماده. انت خدت بالك من المداخلتين؟ تمام. اولا غضب، ثانيا كل واحد بقى يتكلم من وجهه نظر مختلفه عن وجهه نظر التاني. بس لو جيت سالته على المنتخب الاولمبي هتلاقي الاثنين بيجاوبوا اجابه واحده، نفس الاجابه ونفس التقييم ونفس كل حاجه. منتخب قوي عنده حماس عنده طاقه. تيجي تكلمه على المنتخب الاول كل واحد بيتكلم في حته وكل واحد عنده وجهه نظر وبقينا كلنا محللين والكلام ده كويس. فاحنا فتحنا كلام. بص الاداء مباراتين، فتح اداء خلى 80 مليون او 90 مليون او 100 مليون واحد كل واحد له وجهه نظر مختلفه، ومش هتعرف ترد ال 80 او ال 90 مليون. شوف هو بيتكلم عن صلاح. صلاح غاب عن المنتخب من بدايه مسيرته 8 مباريات، حققنا فقط 2 فوز بس فيهم، 2 فوز 2 هزيمه 4 تعادلات. صلاح غيابه عن المنتخب بيمثل غياب نسبه مئويه كبيره جدا عن تقل المنتخب.
صلاح. هنتكلم لو صلاح موجود في مباراتين كان فرق فرق بشكل كبير جدا مع المنتخب، لان انت فرصه زي بتاعه تريزيجيه او غيره، ومش بنمجد ومش بنهلل ومش بنعمل تمثال عجوه. اعتقد ان صلاح في حته بعيده قوي عن ان احنا نقيمه دلوقتي بشكل هواي يعني، او حد متابع او مشجع. صلاح غاب عن غانا بعد ما صعدنا للمونديال اتعادلنا 1-1، غاب عن اوروجواي افتتح المونديال خسرنا 1-0، غاب بعد كده عن النيجر تصفيات 2019 اتعادلنا 1-1، غاب عن يعني كل غيابات صلاح كانت مؤثره بشكل كبير مع المنتخب. تاثر مستوى صلاح، حتى غياب صلاح عن ليفربول بحجم الاسماء اللي موجوده ماني وفيرمينيو وغيره بيأثر على الفريق بحجمه وقيمه ليفربول، فما بالك لو فريق مش واقف على رجليه زي منتخبنا الوطني. التجانس حاجه مهمه جدا، حتى يمكن مش بس بين اللاعبين، بين اللاعبين وبين الجهاز يعني، هل حصل التجانس الكامل بين اللاعبين وبين الجهاز؟ الحاجه الثانيه مفيش شخصيه للمنتخب، دي اكبر واهم نقطه واهم محور لازم كلنا نقف قدامه، وان شخصيه المنتخب غائبه. هيكتور كوبر بكل الحرب اللي حصلت عليه، بكل الهجوم اللي حصل عليه، الراجل ده ظلم بشكل كان واضح بيلعب بالامكانيات المتاحه للقماشه اللي معاه، وعارف بيلعب ازاي. هو بيتكلم انت على قد المجموعه اللي موجوده. هيكتور كوبر اللي كسب كل افريقيا، كسب نيجيريا، كسب المغرب ب1-0، مش مشكله. دلوقتي بيجي مدير فني يعمل ايه؟ صعد من مجموعه ايه؟ صعد من مجموعه موت طبعا. فانت بتتكلم دلوقتي ان الكابتن حسام البدري مفيش شكل للمنتخب. هيكتور كوبر كنت تقدر وانت قاعد، اي حد قاعد تحت البطانيه في البيت يحط تشكيل المنتخب. طبعا يعني يمكن يختلف المثل طيب. لا يختلف بس في نقطه او في نقطتين، في لاعب او في لاعبين بحد اقصى، ويحط باقي ال 11 لاعب. دلوقتي انت قاعد مش عارف مين اللي هيلعب الماتش اللي فات. بس اقول لك على حاجه، فتحي دلوقتي هاني، عبد الله جمعه لا، ما انا بقول لك بس التشكيل أشرف. بس اقول لك على حاجه، التشكيل برضه ما هو متثبت، ما هو انت يعني هو ايمن اشرف وعبد الله جمعه اللي اتغيروا، هاني وفتحي اللي اتغيروا. ادي التبديلات اللي حصلت في المباراه، والتغييرات بتاعت مباراه النهارده، زيزو نزل مكانه حسين الشحات وانا مش عارف دي ازاي، وقفشه نزل مكانه مروان حمدي، ومحمود كهربا نزل عبد الله. السؤال بقى هنا، محمود كهربا نزل مكانه عبد الله جمعه، هو المراكز دي صح ولا انا متهيألي؟ ولا هو كمان انت في النهايه عبد الله جمعه جروس راجل خلاص ثبته كظهير ايسر، مادي، عامل موسم عظيم مع نادي الزمالك الموسم الماضي، كونفدراليه وكاس مصر بطولتين، وكان قاب قوسين او ادنى للحصول على بطوله الدوري، مادي بشكل عظيم في المكان ده. انت في النهايه مش تخترع العجله يعني كابتن حسام، خلينا بشيء من المنطق يعني، اقف ثبت رجليك على الارض، اقف على الارض وتعامل من نفس المنظور السطحي. ولكن الموضوع انت عايز تنتصر بس لوجهة نظرك يعني، انت ما برضو الموضوع صعب يعني، حتى ولو صح انت لازم توصل الصورة بشكلها العام. انت وجهة نظرك دلوقتي كانت صح فين في موضوع بيراميدز؟ انت عندك اسلحة دلوقتي كان لازم تحارب بيها، عندك اسلحة، حتى عبد الله السعيد برجل واحدة كان هيبقى هيفيدك وكان هيبقى افضل. وجود اللعيبة او حالة التشتت اللي حصلت دي بغياب سبع اسماء، انت هات اللعيبة دي وبعد كده اقطم رقبة بيراميدز لو عنده خطأ. عندك اتحاد الكرة يجيب لك حقك، لو مش هيقدر يجيب حقك انت اوكل الموضوع للشارع، قول للناس ممكن يكون خدها من موضوع انا بسيطر من الاول، اللي مش هيلتزم مش سيطر عايزه. على اللاعب المخطئ، انت الكلام ده انت بتسيطر على الادارات، اصل انت مش مسؤول عن يعني انت مش وزير، مش قصتك انت الاداره تعمل ايه وتخطا في ايه، انت بتتكلم في لاعب. هل اللاعب رفض يجي؟ هل مجموعه اللاعبين دي رفضت تيجي؟ ما حصلش. انت مشكلتك كانت مع الاداره، مشكلتك مع الاداره شخصيه في المقام الاول، انت مشكلتك مع الاداره، مشكلتك مع ممدوح عيد اللي بقى وكيل، بقى دلوقتي مدير النادي. خلينا نكون واضحين وقاطعين في الموضوع يعني، انت مشكلتك مع الاداره شخصيه، مشكلتك مع الاداره اللي انت كل واحد فيهم عايز مين يقول ان انا افرض وجهه نظري وانتصر ليها، والعنجهيه الفارغه للاسف. بس هو سؤال يعني، مش كابتن حسام البدري كان رئيس نادي، كان كويس مدير نادي بيراميدز او رئيس نادي بيراميدز؟ تمام. طب ايه الخلاف جه منين؟ الفجوه جت منين؟ ده النادي ده انا كنت ماسكه لفتره ما، او شغال فيه اداري بفتره، نعم، ما مسؤول عنه بفتره ما، المفروض يعني انا حافظ الناس وعارف تعاملات الناس وقريب من الناس، مطلوب منهم على سبيل المثال مثلا لو كابتن الخطيب مسك المنتخب وطلب لعيبه من النادي الاهلي، متهيألي لو الاهلي كله احتاجه هيروح بدون اي مشاكل. انت المنطقات اتغيرت، انت كان تعاملك مع اونر مختلف، دلوقتي الراجل اللي موجود
عنده سياسات مختلفه. الراجل موجود جاب، وكابتن حسام ماشي من بيراميدز بازمه في النهايه، يعني برضو حصل خلاف وجهات النظر ما بينه هو احمد حسن وما بين المجموعه اللي موجوده، الامور انتهى شهر العسل اللي كان موجود بينهم، ففي النهايه الموضوع بقى تلكيكه احنا اللي دفعنا ثمنها للاسف. طب اخد محمد. اتفضل محمد. مساء الفل. مساء الفل محمد. مساء الفل عليك. مساء الفل محمد. مساء الفل عليك. استاذنك بس نوطي التلفزيون ونسمعني من التليفون. ماشي معاك يا غالي. أخوك يا أستاذ محمد. الحمد لله تمام. كله تمام. بس على في مصر. حبيبي ربنا يخليك. شكرا. شكرا يا أستاذ. الله يخليك. معاك يا غالي. معاك يا أستاذ. الوقت المنتخب فيه لعيبة حلوة أوي. بس هي أساسا من أساس. من إيه؟ المدرب. المدرب يعني. المنتخب فيه لعيبة حلوة على فكرة. انت شايف المشكله في الكابتن حسام البدري؟ اكيد. يعني احنا لو جبنا مدرب تاني كمان الكابتن حسام البدري مع مجموعه اللعيبه بنفس الشكل ده كنا هنفوز؟ اكيد ان شاء الله. وجهه في نظر. في شويه لعيبه حلوين على فكره. وجهه نظر. وجهه نظر. تحياتي ليك يا غالي. انا عندي ملاحظه بس في موضوع إيه؟ التليفون ان احنا من ايام الابيض واسود اي حد بيتصل بتقول له وطي التلفزيون. وطي التلفزيون شويه. ما هو عايز يعرف انا هكلمه ولا مش هكلمه. طيب دلوقتي يا استاذ محمد يعني وطي التلفزيون دي شويه. طب بس انا عندي وجهه نظر هنا برضو جميله من التعليقات اللي جايه لي على كابتن زميلي سمير بدر الاعلامي الرياضي قايل نفس الملاحظه اللي قالها الكابتن رضا. وبيقول لك ايه، منورين حبايبي الغاليين ومتألقين واحلى تحيه عليك. ايه رايك لو المنتخب الاولمبي يخلص الدورة الأفريقية كده بالصلاة على النبي ويكمل تصفيات المنتخب الكبير؟ كويس. بص نفس وجهة النظر. بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. مفيش حاجة اسمها كده. مفيش حاجة اسمها كده. ده مش هيحصل وما حصلش. يعني ده ممكن يكون بيحصل في أندية إن أنت بتصعد حد عقابا لحد يعني، ولكن إحنا هيبقى القوام الأساسي للمنتخب، الناس تحكم العقل شويتين ثلاثة. حجازي بحجمه وبقيمته وبوجوده في الدوري الانجليزي يا اخوانا، انني رغم كل الانتقادات الموجهه ليه، ولكن لما بيتحط في الحته بتاعته، الحته اللي انت محتاجه بس يدافع ويشتغل بالعرض، هيكون افضل حد موجود في المنطقه دي مع طارق حامد. رغم كل اللي احنا عملناه ربما الناس تكون فسرته ان هو تقطيع، ولكن خلينا عندنا شيء من الانصاف. محمد صلاح، تريزيجيه، طارق حامد، عندنا اسماء لا غنى عنها في المنتخب نقدر نبني عليها. مجموعة المنتخب الاولمبي كل الناس ما بتتكلم دلوقتي بتقول ايه؟ مصطفى محمد، رمضان صبحي، ناس توعى وتفهم. انت بتتكلم في اتنين لعيبه شايلين ومكسرين الدنيا ومفيش مشكله، ولكن الباقي لسه قدامه كتير. قدامه كتير عشان يبقى موجود. في تاني في المنتخب الاولمبي قوي. في اسماء بس لسه قدامها كتير يعني قدامها. طيب مراحل. في دقيقتين روشيتا اقدمها لاتحاد الكوره او لحسام البدري او لاي حد بيخاف على الكوره في مصر ويخاف على المنتخب، اقول له اتفضل الروشيتا دي نفذها هنعدي الازمه دي. اول حاجه كابتن حسام يرجع من المطار على اتحاد الكوره. يرجع من المطار على اتحاد الكوره ويتقعد معاه. احنا كان عندنا حد اسمه الدكتور محمود سعد مسؤول عن اللجنه او الاداره الفنيه كمدير فني للمنتخب لاتحاد الكوره. احنا عايزين مدير فني لاتحاد الكوره نفسه او لجنه فنيه لاتحاد الكوره نفسه، لان الاسماء اللي موجوده عندنا مين؟ معلش انا اسف، كل دول حسام البدر اكبر منهم. اكبر منهم حجم وقيمه وقيمه وسلم. دكتور جمال محمد علي مع كامل الاحترام ليه، ولكن راجل اكاديمي تجاربه في التدريب كانت على مستوى يمكن محدود. ما تقول اسم محمد فضل نفس الامر. ما تقول اسم. عندنا اسماء دلوقتي عظيمه. يعني قول اسم فلان او فلان يبقى مدير فني لاتحاد الكوره. لا احنا عندنا اسماء محترمه ومش شرط كبر السن، خلي بالك. طب ممكن يعني انا اقول لك من وجهه نظري، لو انت عايز تطبق نظريه المدير الفني وانا من وجهه نظري دي صح، كابتن حسن شحاته يبقى مدير فني لاتحاد الكوره. كويس. والاسم كان مطروح. كان مطروح وفي تجربه قبل كده في زجالو عملوها في طيب. في 2006 بقيت الناس دي تقعد مع الكابتن حسام وتشوف في النهايه انت هل انت كان عندك مشاكل فعلا. ربما المباريات اللي بتقال منطقيه، لان احنا عشان احنا قريبين من الموضوع، ما يحاك وما يدار في الكواليس قد اللي الناس بتشوفه. يعني الناس ممكن تشوف 5% بس، 95% بيبقوا في الكواليس ورا 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 الستاره. طيب. يعني العلاج رقم 2. فبعد القعده دي انت محتاج تعمل تخلق حاله ربط بين الكابتن حسام البدري وبين المدربين الفنيين. حاله الربط دي اتعمل ازاي؟ بشكل مباشر او بشكل دوري. مش شرط كابتن حسام يلف عليهم
ولف الماتشات اجتماع الأولية. مثلا يبدا يتعمل ليهم بشكل دوري اجتماع ما بينهم وما بينهم حتى يبقى لو اجتماع ما بين الكابتن حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر، يبقى انت رافض قصه ان حسام البدري يقيل او يتشال او الكلام ده او ما يكملش. مفيش ومش هيحصل، لازم يكمل. ده مفيش وده مش هيحصل. يبقى اجتماع دوري ما بين الكابتن حسام البدري المدرب منتخب مصر وما بين مدربين انديه الدوري المصري. ليه بقى؟ انا عندي عبد الله جمعه على المثال اللي احنا اتكلمنا فيه. عبد الله جمعه عنده هو بيلعب بشكل معين في المنتخب، انت ما بيزيدش. هو بيشوف المباريات من لا، انت ممكن يبقى في تداخل ما بينك وما بين الانديه، زي كان في تجربه كنت اشتغلت فيها من 4 سنين، مش هبعد بيك بعيد، مع صديقي العزيز كابتن هاني رمزي. كان في ملف معمول في المانيا من 2001 بعد خروجهم من يورو 2000، عملوا حد اسمه ماتيوس زمر او ماتيا زمر، عملوا خاص بالاكاديميات، عمل اكاديميات في كل المانيا، بدا بيهم من تحت يطلع واحده واحده، كان عامل ربط ما بين كل المنتخبات وبين كل الانديه، لو محدد في كل المنتخبات بيلعب بطريقه لعب واحده، يعني ايه؟ بلعب 3-5-2، بلعب بليبرو، في الولد بيلعب منتخب 14 في ليبرو و16 من صغره حافظ وغيره، فبيطلع من صغره حافظ ونفس الطريقه ونفس التكتيك. بين قوسين كلام في منتهى الاهميه، ان انت ما ينفعش ان انا لاعب بيأدي في كل الاماكن دي بطريقه لعب وانا باجي هنا بصدمه بطريقه لعب تانية مختلفه. كابتن شوقي غريب بيلعب بليبرو، المنتخب بيلعب ب4، فانت عايز تخلق حاله الربط دي في انها توصل لصيغه مناسبه. بعض اللعيبه دي في لعيبه محترمه واسماء قويه واسماء عظيمه ليها كل احترام وتقدير، ولكن مش فترتها، مش مرحلتها. يعني انت محتاج يعني النني لاعب لا غبار عليه، لا غبار عليه كلاعب مهم ولاعب محوري، واي حد في دماغه عايز يقلش على النني يشوف النني وصل لحد فين وشوفه قاعد فين. يعني ممكن يبقى قاعد بيفلف صابع رجله تحت البطانيه ويطير لاعب ارسنال، فاحنا لازم نستوعب على رجليها شويه. العلاج رقم 3. تمام، محتاج بعض اللعيبه دي تستبعد لفترات معينه، يتقعد معاهم لفترات معينه ويشتغل على الروح، نشتغل على الروح الفتره اللي جايه، نشتغل على ان احنا لازم نبني الناس دي، ما يبقاش بس محمد صلاح اللي موجود، وغياب محمد صلاح يساوي غياب الاداء، لازم يتعمل ربط ما بينه وبين المنتخب الاولمبي، لازم يبص المجموعه اللي مع كابتن ربيع ياسين منتخب الشباب، وبعد ده وقبل ده الناس كلها تدعي بقى للمنتخب يعني. يا رب. ان شاء الله. نورتنا يا كابتن مصر. حبيبي ربنا يخليك، اشكرك شكرا جزيلا. في خبر بس في نص دقيقه، انا وقتي خلص ومعدي بكتير، بس ما كنتش عايز اقطعك في الروشتة. فوز نادي الاتحاد السكندري 2-1 على نادي الوحده السعودي في السعوديه. مباراة ودية في المعسكر الموجود في السعودية، مبروك نادي الاتحاد والتوفيق. استعدادا لمباراته مع المحرك البحريني. الاتحاد السكندري شغال بيغرد خارج السرب الفترة الأخيرة، السيد محمد مصلحي حاجة في منتهى العظمة، سواء جانب الإنشائي أو جانب الفني في كل الألعاب، سلة، قصرة الدنيا، بطولة عربية جانب. رجعت لسابق عهدها، دلوقتي الفريق الأول حقق الفوز هنا في مصر، أتمنى له الفوز. المباراة تم تعديلها، بقت الأحد 24 نوفمبر. اتحاد السكندري بيمثل مصر بس، مش بيمثل اسكندرية بس، اتحاد السكندري سيد البلد، ليه مننا كل التحية والتقدير. تحياتي ليك يا كابتن مصر. أشكرك شكرا جزيلا. سعيد دايما بتواجد معاك. الله غلق. والله والله من أجمل الحلقات بعملها دايما، نورتني وأحلى تحية عليك. أشكرك شكرا جزيلا. خلصت حلقتنا، يا رب نكون قدرنا نقول وجهة النظر. متشكر كابتن رضا معلل للمداخلة الجميلة وتوضيح وجهة النظر والتحليل القائم اللي عمله من وجهة نظره. تحياتي ليكم، إلى اللقاء.